بعد كده السيروم فوسفات، الغلط بتاعي ان هو هيبقى ايه في حدود النورمال من 2.5 ل 4 ونص، ولو نقص كمان عن النورمال يبقى كويس، يعني لو نقص مفيش مشكله. تمام. بيقولوا ان في الادفانسد كيدني ديزيز يعني لما يبقى يعني سيفير رينال فيليا ممكن يبقى 3 ل 5 بس مش مهم. المهم ان انت وذين نورمال هيبقى كويس او اقل. زي ما اتفقنا مانجمنت هتعامل مع كل سبب من الاسباب، الهايبر فوسفاتيميا، الهايبر باراثايرويديزم، فيتامين دي ديفيشنسي، الاسيتوز. فلو بدانا اول حاجه الهايبر فوسفاتيميا اعمل ايه؟ ريستريكت دايتري فوسفيت. طيب ايه الاكل اللي فيه فوسفيت وايه اللي ما فيهوش؟ هو في اكل ما فيهوش فوسفيت؟ يعني هو الفوسفيت ده موجود في ايه في الخليه؟ لا الفوسفيت موجود في ايه؟ في الخليه. في ايه؟ غير الممبرين. بالنيوكلياس دول. النيوكلياس في النيورينز والبيوريدين صح ولا غلط؟ طيب هل في حاجه ما فيهاش فوسفيت؟ لا هي فهي الاستراتيجيه دي لحد كبير يعني ايه؟ يعني صعب تطبيقها. ماشي يا جماعه؟ فعشان كده بيحتاجوا الفوسفيت بايبرز. تمام؟ عندنا ثلاثه جروبز او ثلاثه كاتيجوريز، الاولانيه اللي هو الالومنيوم هيدروكسيد. الالومنيوم هيدروكسيد ده متسد اساسا بس الالومنيوم بيمسك في ايه؟ في الفوسفيت وينزل في الايه؟ في الاسمنت. ماشي ما هو له مشاكل ما هو بسبب وجود الالومنيوم يعني هو ده السطر اللي بعد كده يا جماعه بسبب وجود الالومنيوم وبسبب وجود ان في رينال فيلير بتعرف اساسا في الانتسيد اخذته من الالومنيوم هيدروكسيد نون ابزوربر صح ولا غلط؟ ده في الانسان العادي الانسان اللي عنده رينال فيلير بيبقى زي ما تقول ايه حاجه اسمها سبيسز بيحصل نوع من انواع الانكريسنج فالالومنيوم بيحصل له ابزوربشن لجزء منه ياثر على المخ ماشي يعمل نوع من انواع الانفلوبس والديمنشيا ياثر على البون يعمل اوستوماليشيا يعمل مايوباثي زي ما انتوا قلتوا يعمل ايه كونستبيشن ويعمل انيميا طب وانا جاي لي ايه من كل ده؟ وبيقول لك انه ممكن ادي دواء عشان اعالج السايد افكت بتاع الايه؟ الالومنيوم اللي هو دي في الروكسامين ده اساسا بيمسك في الايرن بناء على اساس الايرن برضه عشان ايه؟ عشان بلس 3 يعني هو يعني الشحنه بتاعته زائد 3 ممكن بنفس الطريقه يمسك في ايه؟ في الالومنيوم معلش دكتور هذا الديفلوكسامين شو يسوي؟ اساسا بيستخدمه في كالكوليتنج ايجنت للاير ده استخدامه الاساسي هنا استخدم ايش؟ هنا بستخدمه عشان ياخد الالومنيوم هو الاير والالومنيوم الاثنين عليهم نفس الشحنه اللي هي بلس 3 يعني قليل السايد افكت استخدمته؟ ده بيمسك هو بيمنع ان يحصل امتصاص للالومنيوم ماشي؟ يبقى انا بدي الدواء ده عشان يقلل السايد افكت بتاعت الدواء ده طب ادي ليه من الاول يعني ليه كل الوش ده؟ بستخدم الالومنيوم هيدروكسيد ليه؟ عشان ماشي ما هم كل دول ينفعوا في الهايبر فوسفاتيميا اشمعنى ده اللي استخدمه لما جاي تي سكريشن جاي تي ما له اثر في اليورين يعني لا لان هو ده ارخصهم ماشي يا جماعه فعشان كده انا مضطر استخدمه ومضطر ادي معاه دواء يعالج السايد افكت بتاعته تمام على العكس منه مثلا اللي هو السيفينامير ده ملوش سايد افكت بس غالي زي ما هنوصل بعد كده المهم خلينا في الليفل الثاني بعد كده ان انا ادي ايه؟ املاح فيها كالسيوم، احنا عارفين الكالسيوم والفوسفورس دايما بيعملوا ايه؟ كومباينيشن مع بعض، يبقى هو خد اورال يعني خد الدايت بتاعته العاديه اللي فيها فوسفورس وقلت له خد معاها ايه؟ كالسيوم يوم الكالسيوم والفوسفورس يتحدوا مع بعض في الجي اي تي ما يحصل لهمش ابزوربشن ينزلوا في الفيسز برضه، يبقى كالسيوم كربونيت او كالسيوم اسيتيت اورال برضه يا جماعه. تمام؟ السايد افكت بتاعته ايه؟ هو فيه كالسيوم والكالسيوم ممكن يمتص يعمل هايبر كالسيوم، يبقى الاولاني السايد افكت بتاعته الالومنيوم والثاني السايد افكت بتاعته ايه؟ كالسيوم الهايبر كالسيوم. قاموا عاملين حاجه اسمها سيبي لامير، سيبي لامير ده عباره عن ايه؟ مركب بيمسك في الفوسفيت وينزل ايه؟ يمسك في الفوسفيت اللي هو الدايتري فوسفيت وينزل في الفيسس. ماشي يا جماعه ما يحصلوش ابزوربشن ويستخدمه في الهيمو دياليسيس بيشن. لا بيزود كالسيوم ولا بيزود الومنيوم في الجسم ماشي ده كمان بيمسك في الكوليسترول وياخده وينزل ودي حاجه كويسه صح ولا غلط؟ الكوليسترول ده المفروض ان هو ضار يعني
يبقى بيمسك الثلاثة دول وياخدهم في ايه؟ وينزل بعيدا عن الجسم وما بيأذيش الجسم. مشكلته ايه؟ اكسبنسيف. ما اقدرش اوصله لكل العيانين، خاصة ان انا العيان ده عيان كرونيك اديله ايه؟ محتاج طول الوقت او لايف اون. الحاجة التانية ممكن يعمل باور اوبستراكشن. يبقى انا عندي في الهايبر فوسفاتيميا ثلاثة اوبشنز: الومنيوم هيدروكسايد، املاح كالسيوم، او سيبيلاتين. بس دكتور كل سنة على الفوسفات اللي بالدايت ما بس عادي الهيدروكسيتيميا. لا بالتالي ما بيعالجش الهيدروكسيتيميا. انا لما امنع امتصاص الفوسفات من الدايت يحصل ايه للي موجود في البلازما؟ شوي شوي شو تدريجيا هيقل. مش ماشي يا جماعه. الحاجه الثانيه علاج الهايبر باراثايرويديزم زي ما اخدته، هو عباره عن ايه؟ هو ده سكتري هايبر باراثايرويديزم. مفيش مشكله في الثايرويد. علاج ان انا ادي فيتامين دي وكالسيوم، ما نفعتش اعمل حاجه اسمها بارشيال باراثايرويديزم. يعني هم اربعه مثلا اشيل منهم اثنين مثلا، تمام. لو البيشنت نوت فيت فور سيرجري، يعني مش نافع معاه ان هو يعمل عمليه لاي سبب من الاسباب، طبعا هو عنده سن رينال فيلير ده ريسك لوحده، بديله دواء اسمه ايه؟ سيناكالسيت. سيناكالسيت ده عباره عن ايه؟ كالسيوم من شبه الكالسيوم، يروح للبارا ثايرويد جلاند يقول لها ايه؟ موجود الكالسيوم موجود، وهو مش موجود ولا حاجه، صح؟ بس هو بيروح على الريسبتور بتاع يقول لها خلاص الكالسيوم موجود كله تمام يا ريس، ماشي. تقوم البارا ثايرويد تبطل تطلع ايه؟ الثايرويد هرمون او البارا ثايرويد. لو انه هو اكسبنسيف نستخدم افضل من السيرجري، صح؟ لا، انت عندك الاوبشن الاساسي اللي هو الكالسيوم. اي ده في حاله انهم فشلوا، يعني لو فشل ممكن استخدمه. لما بالعاده يعني نبدا بالدرجز قبل السيرجري، احنا الحين بدينا بالسيرجري بعدين الدرج. ماشي، ده ديفينيتيف تريتمنت وده اكسبنسيف لونج ران، واكيد على اللونج ران كله سايد افكت. تمام. هم عندهم بره دايما بيحسبوا الموضوع برضه مش مجرد يعني الاحسن 100% والاسوء 100%. الكوست ماشي يا جماعه، لان عندهم التامين بيبقى مغطي كل حاجه، ما يجيش العيان يدفع ولا ما يجيش. فما يجيش على العيان مثلا ايه حاجه زي السنه كالسيت مثلا، لو افترضنا تكلفه اعلى من العلاج اللي هو السيرجيكال تريتمنت، بحطه هو ايه؟ الاوبشن الاولاني. تمام. لا، بخليه الاوبشن الثاني. تمام. الحاجه اللي بعد كده الاسيدوسس. دي سهله جدا. اتعامل مع الاسيدوسس بايه؟ صوديوم بايكارب. لو هو الموضوع مايل اديه اورال، لو الموضوع سيفير ادي انترافينوس او مودريت ادي انترافينوس، لو الموضوع سيفير ادي ايه؟ اعمل دايلس. خلاص يا جماعه، قصه سهله بالنسبه للاسيدوسيس. صوديوم بايكارب اورا انترافينوس او اعمل دايلس، تمام. امتى ابدا علاج؟ لو البايكارب مش نقصت على 20 مللي كيلو، ماشي. اخد بالي من ايه؟ ما استخدمش املاح فيها بوتاسيوم، عشان هو اساسا عنده هايبر كاليميا، ده رينال فيلير وعنده هايبر كاليميا، وما زودش الحكايه شويه عشان ما يحصلوش ايه؟ الكالوس. ده سهل. فيتامين دي. طيب السؤال، هل اقدر استخدم فيتامين دي العادي؟ لا. ليه؟ انا لازم اروح كده سلك. تمام. انتوا عارفين ان الفيتامين دي اللي انا باخده اللي هو دايت فيتامين دي ده انك بيحصل له اكتيفيشن على الخطوه الكدريه، الخطوه الاولانيه في الليفر. لا، هو موجود في البروتك، هو موجود قصدي في السكيت. ايوه ماشي. انما الاثنين فايبريشن او اكتيفيشن بيحصلوا ايه؟ في الليفر والكدريه. اللي بيحصل في السكيت ان هو بيبقى برو فيتامين دي يحول لفيتامين دي. ماشي يا جماعه. الفيتامين دي يحصل له اكتيفيشن مره في الليفر، يحصل له هيدروكسيليشن في البوزيشن 25، وبعدين يروح الكدني يحصل له اكتيفيشن في البوزيشن 1. يبقى انا الاكتيف فورم عندي 1-25 داي هيدروكسي كوليكالسيترول. هو الكدني عنده باي زاي، فما اديلوش فيتامين دي عادي. يا اما اديله الاكتيف فورم اللي هي الكالسي ترايول 1-25 داي هيدروكسي كوليكالسيترول، يا اما اديله الفورم اللي ايه؟ اللي فيها هيدروكسيليشن في بوزيشن 1. ايوه ماشي، اللي هي وظيفه الكدني يعني. ايوه. والليفر ممكن يقوم ايه؟ بالوظيفه بتاعته. فالاولاني ده اللي اسمه ايه؟ الفا كالسيدول. ده في هيدروكسيليشن في بوزيشن 1. ايوه. الكالسي ترايول في هيدروكسيليشن في بوزيشن 1 وبوزيشن 25، مش محتاجه اكتيفيشن خالص. تمام. ماشي. ازاي اشوف العلاج بتاعي شغال ولا مش شغال؟ بفيتامين بايه؟ بالسيروم كالسيوم. مهم جدا ان انا اعمل كنترول للهايبر فوسفاتيميا قبل ما اعمل ايه؟ قبل ما ادي فيتامين دي. ليه؟ تفتكروا ليه؟ شويه
زود بافيرون يزود الابسوربشن يزود الابسوربشن بتاع الكالسيوم ويزود بافيرون مع بعض يعني البارا ثايرويد دايما الموضوع عنده متعاكس زود الكالسيوم ينقص ايه الفوسفات انما فيتامين دي اخباره ايه ياخد الاثنين مع بعض ايوه فلما يكونش واحد عنده هايبر فوسفاتيميا واروح ايه مدي له فيتامين دي على طول اعمل كنترول للهايبر فوسفاتيميا الاول وبعدين ادي له فيتامين ماشي هي دي خطوات يعني كل ده لازم تحله علشان خاطر تحل مشكله الاستروكسيك هو غالبا اللي بيتوصل انا كبراكتس في مصر ما كنتش كنت معرفش بقى هي دي موضوع سعري يعني دي ما دخلتش في التفاصيل بعد كده يا جماعه الالكترولايت ستيبس احنا اتفقنا ايه نوع الالكترولايت ستيبس اللي عندنا الصوديوم ينكريز ديكريز تمام والبوتاسيوم ينكريز تمام والفوسفات ينكريز في اسيدوس احنا تعاملنا تقريبا مع ايه مع الاسيدوس تعاملنا مع الاسيدوس والفوسفات صح ولا غلط هنكمل الحاجات الثانيه فبدات الموديفيكيشن اول حاجه ان انا هنقص ايه او نقص البروتين شويه عشان انقص البروتينوريا عارفين البروتين بيعمل ايه الاكل اللي فيه صوديوم او بوتاسيوم نقصه شويه تمام لو في دراجز فيها صوديوم سولتس يعني زي ايه الدراجز اللي فيها صوديوم سولتس فوار ماشي يا جماعه الحاجات اللي هي الفوار ودي حاجات ممكن العيان ياخدها اساسا من غير وصفه طبيه بقول له ما تاخدش الفوار لان فيها املاح صوديوم طيب ايه الحاجات اللي فيها بوتاسيوم الدراجز اللي فيها بوتاسيوم بقول له برده ما تاخدهاش بوتاسيوم سبيرنج ايه كمان الليس الاس والاي ار بي بيتا بلوكر لو افترضنا ان انا مش هستخدمهم بيتا بلوكر البيتا بلوكرز ايه كمان اخر واحد في الامثله المشهوره نون ستيرويد ماشي ادي له فيتامينز لان هو غالبا العيان ده لما بيجي يعمل دايليسيس غالبا بياخد معظم الفيتامينز اللي ايه اللي موجوده في السيركيليشن فغالبا بعوره بايه بفيتامينز كنترول اوف فلويد زي ما انت قلت في الايه في السيمينار امبارح لو هو مايل موديل كيسز وفي بوليوريا ما بعملش ريستريكشن لو في سيفير كيسز وبقى في فلويد ريتكشن ممكن اعمل ايه ريستريكشن يبقى انا بتعامل مع الحاله على حسب ايه الظروف اللي موجوده لو البوتاسيوم زاد عن 7 اعمل له ايه دايليسيس يبقى احنا عملنا دايليسيس لحد دلوقتي بكام انديكيشن ايه بس دوزز ماشي ايه بس دوزز ايه كمان والهايبر كريميا والهايبر كريميا وكمان لسه ما وصلناش للتالت ماشي يا جماعه اللي بعد كده الديسليبيديميا دي حاجه برضو كومن ان هي تبقى اسوشيتد مع رينال فيلير بتاعت بتاع ان لو ديسلي لايك بيديني بقى لي 100 مين ستي او الدراج الاساسي هو الاستاتين تمام استاتين مع ايزيتيميد ماشي استاتين مع فايبريتس لا تفتكروا ليه ستون ستون لا عشان الرد مايوليسيس الاستاتين لوحدها بتعمل رد مايوليسيس الرد مايوليسيس ده يعمل كيدني فيلير صح ولا اكيد كيدني فيلير الفيبريت تعمل برضه رد مايوليسيس يبقى ما اعملش دوايين ما اعملش كومبينيشن ما بين دوايين مش توكسيك ده هنعرف بعد كده المشكله اللي بعد كده اللي هي الجلايسيميك كنترول طبعا دي برضه انتوا ايه ردتوها في السيمينار امبارح نحاول نلخص الموضوع بشكل عام ده بيبقى فيه كيدني ديزيز بالانسولين اللي بتديه من بره اخباره ايه؟ بيزول بيزيد ما بيحصلوش ميتابوليزم ماشي يا جماعه الاورال هايبوجلايسيميك اللي هي السلفونايل يوريا الليفل بتاعها بيزيد تمام حاجه مثلا زي الميتفورمين ممكن يعمل لاكتيك اسيدوز واللاكتيك اسيدوز مورتاليتي ريت كام؟ 50% يبقى خف منه دراج زي الجليتازول زي الفايجليتازول اساسا بتعمل فلويد ريتشن هو اساسا عنده ايه؟ قديمة يبقى برضه ممكن ايه تعمل ورسنج للكونديشن على حتى لو الورسنج ده شكلي لو مجرد ان هو بتزود الفيلد ديتكشن بس تمام يبقى دي كلها بريكوشنز مانجمنت زي ما زميلكم قال في السيمينار امبارح انسولين هو ايه؟ فيرست لاين الميتفورمين لو الجي اف ار ما بين ال 30 وال 60 استخدمه بحبس او اخاف استخدمه متاكد كده لو الجي اف ار اقل من 30 ممنوع استخدمه في بقى الادويه الثانيه يعني في ادويه طبعا جديد وفي ادويه ثانيه اللي هي زي ريبوكلايد مثلا ونيتيك بلايد دي ممكن تستخدم الجليتازولز برضه ممكن تستخدم بس بتزود الفلويد ريتكشن الليراكلايد والبيتاجليفتد ممكن يستخدموا
ومفيش دوز ادجستمنت لحد جي اف ار 30. لما ينقص على 30 ممكن الجرعه تنقص للنص. سيمبتومز او سيمبتوماتيك تريتمنت الجي اي دي احنا اتفقنا عنده ايه؟ كل ده يا جماعه حاجات بتتطور بكده يعني علاج نوزيا علاج مستيبيشن الحاجات دي كلها انتوا عارفينها تمام؟ لو عنده نوزيا وفوميتنج يستخدم الميتوبروبرامايد او السايكليزين ده اتش 2 بلوكر او الانسيدرول ده سيرتون ريسبتور انتاجونست. وامبارح برضه انت قلت ان هو اكسبنسيف الكلام ده مثلا من 20 سنه وما عادش اكسبنسيف قوي تمام؟ يبقى دي كلها انتي ايميتنج ممكن استخدمها عشان النوزيا والفوميتنج اللي عنده. لو في كونستبيشن او بزود الالياف للاكل طبعا او بارك لاكستر ده الالكتيولوز ده لسه ما وصلناش. الالكتيولوز ده الفيرست لاين في عيانين مين؟ الهيباتيك ولا الريجنال؟ الهيباتيك ماشي. وده لا يمنع ان احنا بنستخدمه حتى في الناس العاديين وفي عيانين الريجنال مفيش مشكله. انما انا قصدي هو فيرست الالكتيولوز دي تساوي هيباتيك. نعم. سايكلازين ما هو اتش 1 جنريشن 1 بلوكر H1 يعني أو H2 لا H1 يا جماعة H1. طب ما يكون يعني سبب يعني ما صار يستخدمون الحين فضل نستخدمه نستخدم H2. استخدم إيه؟ H2 مثلاً أو أدر الترنت يعني بشكل عام. ماشي بس هو ده موجود وممكن يستخدم وموجود أساساً هو موجود في السوق كمان عشان هو سيف في البريجنسي. أكيد عارف عليكم كلام بس أنا أقول ده سيف في البريجنسي فلسه موجود ولسه مستخدم. ماشي يا جماعة. في زي ما اتفقنا في الكونستبيشن دايتري فايبرز بارك لاكستيف حاجه اسمها ستيمينت لاكستيف بس دي مش كويسه يعني يفضل الواحد يبعد عنها. وفي بعد كده ممكن الجلسين سابوزيتوري او الانيما يعني اي طريقه من علاج الايه الكونستبيشن تنفع. في السكين احنا اتفقنا ان هو عنده ايه دي مش حاجه سهله على فكره. فكره ان الواحد طول الوقت عنده مشكله في 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 جلده دي حاجه مؤلمه جدا. فلقوا ان انا ممكن استخدم ايه طبعا هما بيبداوا الحاجه المايلد الاول او الحاجه اللي ايه الدواء البسيط بعد كده ممكن ننتقل على حاجات القلب تمام. فاول حاجه اللي هي ايه سيديتنج انتي هيستامينيك. انتوا عارفين ان الانتي هيستامينيك فيها ايه فيرست جينريشن الاتش 1 ايش اتش 2 سكند جينريشن لا دي بقى حاجه ثانيه. فيرست جينريشن الاتش 1 فيرست جينريشن او سكند جينريشن. الفيرست جينريشن كانت مشكلتها ان هي بتعمل سيديشن فاحنا مخترعين سكند جينريشن وانا ما بتعملش سيديشن بس مين الاحسن في الحاله دي؟ الفيرست وان جينريشن وان الفيرست جينريشن بيعمل سيديشن. وعلى فكره هي الفيرست السيديشن ده مش عيب دي ميزه يعني حالات كده يعني حالات كتيره جدا انت اساسا طول ما انت صاحي وعمال مثلا ايه عندك مشكله او حساسيه الصحيان ده هو اللي عامل المشكله فتنام احسن. نايم بقى ليش نايم بقى؟ هو نايم ده مش هحس بحاجه يعني السيديشن ده بيساعد الاكشن بتاع الايه الانتي الانتي الرجيك افكت لو افترضنا ان التسميه دي صحيحه ماشي فده اكشن مساعد. انما هم لما طلعوا سكند جينيريشن يعتبروا ان ده ايه هيسووه ازاي يقول لك ما تعملش سيديشن تقدر تاخد الانتي استامين كبسول عرضيه هي دي ميزتها. انما الكلورفينرامين هتاخده وتاخده وتنام. في حاجه ثانيه اللي هي الاوبيت انتاجونست. انتوا عارفين طبعا الاوبيت يعني مورفين ايه اوبيت انتاجونست اللي هو ايه نالوكزون ونالبريكزون بتقفل الاوبيت ريسبتور. لو ان هي لها فايده في الحالات دي ممكن تقلل اليوريميك اتشنج. ماشي يا جماعه والدوز بتاعتها 50 ملي جرام بير داي مش مهم الدوز. الخطوه الثالثه كريم اسمه بروتامايد ده اسكيبيسايدال وفي نفس الوقت انتي بيروريتيك. يعني ايه اسكيبيسايدال؟ مش فانجوس شوف هذا هو مضاد للجرب وانتي بيروريتيك في نفس الوقت. في حاجات نون ميديكال تريتمنت ان انت تقول له ايه خد دش بارد خد دش دافي على حسب الايه في ناس بتستجيب لده او بتستجيب لده او استخدم تريتمنت بالاشعه فوق البنفسجيه الالترا فايلت راي بي. في السيدير كيسز نعمل ايه؟ دايلسس وده الانديكيشن الثالث بالنسبه لنا. طيب اخر اثنين سلايد. لو هوصف عيان لو هوصف لعيان عنده كورنينا فيلير دواء افكر في ايه او احط في دماغي ايه؟ في مجموعه خطوات كده. اول حاجه هل في نون نيفروتوكسيك الترناتيف؟ يعني دلوقتي هوصف الدواء اسال نفسي الدواء ده نيفروتوكسيك ولا لا؟ تمام نيفروتوكسيك طب ممكن في الترناتيف له؟ افضل منه تمام. السؤال الثاني او الحاجه الثانيه اللي اعملها اعمل اسسمنت للبيزال رينال فانكشن زي ما كده جينا هندي البيس انهبيتور او الاي ار بيز قلنا نعمل ايه؟ كرياتينين
هنقيس الكرياتينين ولو زاد على 30% هنوقفه. يبقى انا بعمل اسيسمنت للبيزل فانكشن. لو في ريسك فاكتور بصلحها قبل ما ادي ايه الدواء. يعني لو عامل مثلا برضه في الاي سي نيبت وعنده هايبر كاليميا صححها، اصلح الهايبر كاليميا الاول وبعد كده افكر اديله الدواء. تمام. نعمل ادجستمنت للدوز. ادجست للدوز ازاي؟ السلايد اللي بعد كده فيها رقم 30. نعم اللي كان رقم 30 الجي اف ار على حسب مش الكرياتينين بقى الكرياتينين كليرنس ماشي كرياتينين كليرنس اللي هو الجي اف ار اللي بيعكس لي الجي اف ار. انا ما قلتش الكرياتينين لوحده. الكرياتينين يا جماعه ما بيزيدش في حالات الرينال فيليا الا لما تكون الكرياتين ايه 3 4 5. بعد كده لو في نيفروتوكسيك دراجز هستخدم اثنين مع بعض ممنوع اعمل ايه نيفروتوكسيك دراج كومباينيشن. تمام. واحد كفايه. اديكت هايدريشن اخلي العيان يشرب سوائل كتير عشان خاطر ايه خفف الدراج وتنقص التوكسيست بتاعته. دي هايبرتنشن. نعم هايبرتنشن. لا السوائل الميه الوحيده يا جماعه دي دايوريتك. انما لو قلت له بقى يشرب بيبسي ويشرب مش عارف ايه الحاجات اللي فيها صوديوم اه يعني المفروض اقول له اشرب ميه مش اشرب بقى يعني حاجات مثلا فيها صوديوم او فيها صوديوم بايكارب او ان هي تزود له الصوديوم بلوت. اوزمولاريتي يعني المفروض اعمل له نوع من انواع هايبوزمولاريتي اللي ممكن تساعد الدايوكس. ما بين الدكتور سوي ريستريكت للفلويد انتيك على حسب الحاله. يعني احنا كل الكلام ده انت في النهايه انت دلوقتي خدت قيس على حاجه يعني انما مفيش واحد زائد واحد يساوي اثنين. تمام. ليه في النهايه مثلا انت بعد 20 سنه بتلاقي نفسك بيقول لك ده دكتور خبره لان هو ما عادش عندي واحد زائد واحد يساوي اثنين. اخر حاجه ليميتد دوز والديوريشن بتاع الاكسبوجر للدراج. يعني لو هو مش محتاج الدواء او ممكن ابدا باقل جرعه ممكن دي تبقى استراتيجيتي عشان اقلل من التوكسيستي. ازاي احسب الجرعه؟ هو انقص الريسك انقص الدوز او ان انا اخلي الدوز في انترفال ايه طويله شويه اطولها بدل ما اديله الدواء 3 مرات في اليوم اقول له خدها مرتين في اليوم. يعني هي كلها ممكن الدواء يعني احاول اجيب ان الدواء يدي تاثير باقل تكلفه ممكن. تمام. تكلفه انا قصدي سايد افكت. تمام. الحاجه الثانيه نظبط الدوز على حسب ايه جي اف ار او كرياتينين كليرنس. واطلع عندكم دايما ايه جداول مثلا حاجه زي الامينو جلايكوزايدز مثلا من الادويه اللي محتاج اظبطها بيبقى فيه جدول لو الجي اف ار من كذا لكذا يبقى الدوز كذا. لو الجي اف ار نقصت تبقى الدوز نقصت وهكذا. ماشي يا جماعه. لو الجي اف ار نقصت خالص تلاقي كاتب لك ايه ممنوع يستخدم. اخر حاجه بعد كده مجموعه ادويه هي معظمها دي المضادات الحيويه ان انا بحتاج اعمل دوز دي ادجستمنت في رينال فيلير البنسلينز الامينو جلايكوزايد اللي بيدينا ومايسين اخر واحد اللي بيدينا تكسين مش مضاد حيوي. ماشي يا جماعه. اي اسئله؟